معنا هاتفيا من صيدا مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات سيد حسان القطب، مرحبا بك. اذا المحكمه العليا في جبل طارق تقرر الافراج الفوري عن ناقله النفط الايرانيه غريس 1، كيف تقرا تداعيات هذا القرار على مشهد الازمه الامريكيه الايرانيه؟ مبدئيا اعلنت سلطه جبل طارق انها افرجت عن السفينه بعد تعهد ايراني خطي بعدم ارسال النفط الذي تحمله السفينه الى سوريا. نعم. وان النفط سوف يتم توجيهه الى موانئ شرق اوسطيه. هذا التعهد الخطي يؤكد ان سياسه ايران هي مزدوجه. سياسه مرتفعه الصوت تهدد وتتوعد اعلاميا، ولكنها في واقع الامر تقوم بالتفاوض سرا وبشكل يعني ينطوي على تعتيم بالغ لإخفاء التفاهمات والاتفاقات التي تبرمها مع الدول التي تفرض عليها العقوبات مثل بريطانيا أو وغيرها. وبريطانيا أكدت هذا الأمر أيضا، أن هذه الالتزامات الإيرانية يجب أن يتم الالتزام بها بشكل جدي، وعدم نقل النفط إلى سوريا أو أي دولة عليها عقوبات من الاتحاد الأوروبي. من الناحية السياسية هناك موقف أمريكي لا زال دون المستوى المطلوب، بحيث أن المواقف الأمريكية إلى الآن أيضا هي لا زالت في دائرة الإعلام والمواقف المرتفعة الصوت، ولكنها في واقع الأمر لم تؤكد حضورها الجدي على الساحة. من أجل ذلك بعضهم يقرأ هذا القرار هزيمة للإدارة الأمريكية. قد يكون هزيمة وقد لا يكون هزيمة، ولكن المهم في الأمر أن الولايات المتحدة لا زالت مصرة على أن عقوباتها الاقتصادية على إيران سوف تثمر، وأن العقوبات الاقتصادية أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية وأضعفت حلفاء إيران في المنطقة، وبالتالي أصبحت الأزرع الإيرانية في المنطقة غير قادرة على تمويل نفسها من خلال إيران، وغير قادرة على تمويل ميليشياتها حتى داخل الدول التي تعمل فيها سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق. ولذلك العقوبات الأمريكية هي ضاغطة، وتصر واشنطن على الاستمرار بها وتتجنب أي مواجهة عسكرية، باعتبار أن المواجهة العسكرية مكلفة وتتطلب إمكانيات مالية ضخمة، بينما العقوبات الاقتصادية لا تحمل واشنطن أي مصاريف، في حين أن إيران تتحمل أعباء بالغة في محاولة منها لتأمين الأموال اللازمة لضخها في اقتصادها المنهك ولدعم حلفائها في المنطقة. والتقارير الأخيرة التي تحدثت عن أن إيران معظم صادراتها النفطية لم تتجاوز 200,000 برميل يوميا خلال الأشهر الماضية، هذا يعني أن الدخل المالي الإيراني من الدولار واليورو والعملات الصعبة الأخرى منخفض جدا، بالكاد يؤمن الاحتياطات اللازمة لإيران للشعب الإيراني، وبالتالي يصبح من الصعب جدا دعم الحلفاء الإيرانيين في الدول المجاورة مثل لبنان والعراق وغيره وحتى اليمن أيضا. بعد أن تحدثنا الأمريكية واضحة. نعم. بعد أن تحدثنا عن سياسة أمريكا تجاه إيران، في المقابل كيف ترى التعامل الأوروبي مع هذه الأزمة؟ هل يمكن أيضا أن نفرق بين تعامل بريطانيا بمعزل عن بقية دول أوروبا؟ الدول الأوروبية مهما بلغ الخلاف الإعلامي أو الظاهري فيما بينها حول الملف الإيراني، إلا أن تبقى مصالحها متضامنة، وتبقى مصلحتها الأساسية هي في التفاهم مع الولايات المتحدة ومع الدول العربية الخليجية، لأن حجم الاقتصاد الأمريكي وحجم اقتصاد الدول العربية الخليجية ضخم جدا، ويتجاوز حجم الاقتصاد الإيراني بعشرات المرات، مما يعني أن المساومة أو المفاضلة ما بين التفاهم مع إيران أو التفاهم مع الدول الخليجية العربية الخليجية والولايات المتحدة لا مجال للمقارنة هنا. فالاقتصاد الإيراني لا يتجاوز حجمه 450 مليار دولار، في حين أن الدول الخليجية اقتصادها يتجاوز تريليون ونصف دولار، إضافة إلى أن الولايات المتحدة اقتصادها يوازي 22 تريليون دولار، مما يعني أن المصلحة الأوروبية هي في التفاهم مع الولايات المتحدة والدول العربية الخليجية. هذا لا يعني أنها تريد حربا مع إيران، هي تحاول أن تتجنب نشوب حرب مع إيران أو الانخراط في صراع مسلح نظرا لما يرتبه هذا من أعباء مالية وخسائر بشرية. لكن لا يمكن المفاضلة في أن أوروبا مصلحتها هي مع إيران أو مع الدول الخليجية والولايات المتحدة.
هذا خارج المفاضلة فعلا. وإذا نظرنا إلى الأرقام الاقتصادية الحقيقية، الدولة المستفيدة من هذا الصراع هي روسيا، لأنها تستفيد من أنها القناة الوحيدة الباقية لإيران للحصول على بعض التقنيات المطلوبة، سواء لطيرانها أو لبعض مصانعها المتهالكة، أو حتى لتصدير صادراتها من نفط وغير نفط. نعم. والآن ما يتم الحديث عنه، عن أن موانئ إيرانية سوف تقوم بخدمة روسيا واستئجارها لمدة سنوات، رغم أن هذا الكلام لا زال كلاما وليس مؤكدا، إلا أنه من الممكن أن يحدث، وهذا قد يسبب حضور روسي مباشر في منطقة الخليج، وقد يؤكد أن إيران تحاول أن الدخول في تحالفات دولية لتغطية عجزها عن مواجهة الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها. الآن مع كل هذه التداعيات، ماذا تملك أمريكا من أوراق غير العقوبات التي ربما أثبتت إخفاقها حتى الآن في التضييق على أذرع إيران في المنطقة التي تعتمد عليها في العراق ولبنان واليمن وغيرها؟ لا يمكن أن نقول أن هناك إخفاقا. ما يجري الآن هو ضعف واضح في الأذرع الإيرانية الموجودة في المنطقة. في لبنان نلمس هذا الضعف لدى حزب الله من خلال تراجع إمكانياته المالية، من خلال هبوط عمل مؤسساته الاجتماعية وغير والاقتصادية، من خلال وقف أدواته العاملة خارج الحدود اللبنانية في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، وعجزها عن مده بالأموال اللازمة لدعم ميليشياته ومؤسساته. هذا الضعف أصبح واضحا وبارزا في الشارع اللبناني وملموسا في مدن وقرى المتعاطفة مع حزب الله وبيئة حزب الله المؤيدة له. في اليمن أيضا نرى أن الحوثيين غير قادرين على خوض معارك وقيام بهجمات حقيقية لضرب القوات اليمنية الشرعية أو لقوات التحالف. كل ما يقوم به الحوثيون هو استخدام الطائرات المسيرة بشكل دعائي للتأكيد على أنهم لا زالوا يقاتلون وعلى أنهم لا زالوا موجودون على الساحة اليمنية. الضعف الإيراني، ضعف الأدوات الإيرانية أصبح واضحا نتيجة الضعف الإيراني. وأصبحت إيران أيضا تحاول مباشرة أن تمارس دورها من خلال اختطاف بعض السفن للضغط على الدول الأوروبية والولايات المتحدة، نظرا لعجز أدواتها عن القيام بأي عملية سواء كانت على مستوى اختطاف أو عمل عسكري لمواجهة الدول الغربية، طالما كانت تعول على هذه القوة. وبالأمس صرح قائد الحرس الثوري أن حزب الله أصبح قويا لما فيه الكفاية، وأنه قادر على القضاء على إسرائيل دون الحاجة للدعم الإيراني. هذا يعني أن الأدوات أصبحت جاهزة ولا تعرف مدى يمكن أن تقدم للدولة الإيرانية نظرا للضعف الذي تعاني. شكرا جزيلا لك من صيدا، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب.